رجل فقد ابنه محمد قبل 24 عام، وفي هذه الأيام فقد ابنه الثاني وفقد إخوته وعدد كبير من عائلته. والد الشهيد محمد الدرة يعني في هذا الحرب تجرع مرات القتل أكثر من مرة. الله يصبرك يا عم. الحمد لله على كل حال، وهذا مش حالي، هذا حال كل شعبنا. طبعا فقدت محمد قبل 24 عام، 2024 فقدت ابني احمد عمره 33 عام، تم اغتياله عند المنزل، وطبعا تم قصف منزل اخواني اياد ونائل وزوجة نائل وبنت اياد، واستشهد الان العديد من اسرتي فوق 50 شهيد، وبالامس تم استشهاد من عائلتي انا بوقف الحرب عن شعبنا وعن اطفالنا ونسائنا وشيوخنا. كفايه قتل ابناء شعبنا وهجره من مكان الى مكان.